ورث المهنة عن أجداده قبل 100 سنة واشتهر بصناعة الخبز الأحمر الألف في البحرين. 45 سنة صار لي في هذه المهنة، تعلمتها ورثتها من أبوي إلى أخوي إلى أنا إلى علمت بأولادي. عائلة الحاج حسن الخباز هي العائلة البحرينية الوحيدة اللي ما زالت تمارس هذه المهنة الشعبية. احنا الوحيد يعني البحرينيين اللي كنا مارسنا المهنة 100 سنة إلى حد الآن نمارسها. ما يجيدون هالعسويين يعني الأجانب، ما يجيد المهنة اللي احنا نجيدها من آبائنا وأجدادنا. في محلات واجد، في محرق، خباب يسوون، الأول في كرانة، في الحين وينهم؟ ما يجيدون دي المهنة، شوي صعبة. الخبز الأحمر عنده ما زال محافظ على خلطته الأصلية، الخبز التراثي الأصلي هذا اللي دي من 100 سنة كان موجود في البحرين، والأول كان القرص ب4 آنات، الحين القرص 4.5. ليش؟ يعني شنو تكلفنا؟ اللي هي التمر، الدبس، الشكر، الهيل، البيض، السمسم. لازم نوضح للزبون ليش صار ب4.5؟ لأن على زمان الأول كانت خيشة الطحين ب8 روبيات، اليوم ب4 دنانير. فالشكر الأول كنا ناخذه ب5 دينار و3 دينار و4 دينار، وحين ب17 دينار. الزوار يتعنون له من أبعد المناطق ومن كل دول الخليج. الخبز اللي يتعنون إليه هو الوحيد، أنا بقول لك يعني حتى في السعودية وفي الحسا موجود عندهم، ولكن يجونا البحرين كحساويين وسعوديين ومن الدمام ومن القطيف ما شاء الله يجون، فيجونا من الكويت وعندهم خبابيز هناك في الكويت، ولكن يقولون لا طعم خبزكم أنتو غير. أفتخر بالمهنة من صغري إلى كبري، الحمد لله رب العالمين ولله الحمد يعني.